ربنا أبونا، خدنا أبوكم يعلم وخدنا أبوكم يحارب أو يقاتل. تعالوا ناخد النهاردة بمناسبة الابن الضال أبوكم ينتظر. أبوكم ينتظر. ساعات يا أحبائي مش بنتخيل أن ربنا عنده مشاعر. ساعات في ناس بتتعامل مع ربنا يعني على انه فكرة او شخص بس من كتر ما هو كبير قوي يعني زي اللي ما عندوش مشاعر. الحقيقة ربنا كله مشاعر اعلى كتير قوي من مشاعر البشر. يعني لو انت بتتجرح ربنا بيتجرح اكتر. المسيح بكى وفي دموع المسيح اكد لنا ان الله يشعر، يتضايق، يتألم، يتفاعل. فتعالوا ناخد شعور من مشاعر الله اللي نادرا ما بيعدي علينا. عمرك فضلت مستني ابنك يقدر لك حاجة او شخص غالي عليك يقول لك جملة معينة؟ قد ايه الشعور ده ممكن يكون مرهق ليك وانت مستني حد يقول لك بحبك، او مستني حد يفرق معاك يقول لك انا مسامحك، او مستني شخص يقول لك كلمة كبيرة. يعني انتوا أمهات الأسبوع ده جات لكم هدايا طبعا، وفي عيال ما مش كويسة ما جابتش حاجات كويسة، إنما أي أم بيفرق معاها كلمة، كلمة ممكن تفرق معاها جدا، وتبقى مستنية الكلمة دي، مستنية بنتها أو ابنها يقول لها أنا من غيرك يا ماما ما كنتش ممكن أنجح، أو أنا من غيرك كانت حياتي هتبقى بايظة، أو أنا بيكي بقيت بعرف ربنا. أكيد الحاجات دي أغلى من أي هدية في الدنيا. إنما إذا كنتوا أنتوا بتنتظروا وبتتكبسوا شوفوا بقى ربنا يا عيني صدقوني يصعب على أي حد لو قدرنا كمية الإحباطات اللي بتيجي في قلب الله عبر الأزمنة. نحس إن ربنا ده لازم يصعب علينا. لما بقول كده ببص على قصة الأب في مثل الابن الضال، فعلا الأب ده غلبان. لا الولد الصغير غلبان ولا الولد الكبير غلبان، اللي غلبان في الحكاية هو الأب. الأب يا عيني اللي يدي كل حاجة ويبقى طيب الطيبة كلها وما يلاقيش ولا واحد من الاتنين بيقدم اللي كان نفسه الأب يقدم. لا واحد ولا واحد مقدر الحب، ولا واحد بيعمل بالظبط اللي الأب كان نفسه فيه. الاتنين كابسينه والاتنين تعبينه. فتعالوا نعيش النهاردة مع كلمة أبوكم ينتظر. هقرأ آيتين بس، آية تخص الابن الأصغر وآية تخص الابن الأكبر، وعيش معاكم كده دقايق في فكرة هو ربنا مستني إيه بالظبط. الآية الأولى اللي تخص الابن الأصغر، قام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه. خلي بالكم المنظر ده الأب يمكن مستنيه بقاله سنين. إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، يعني يمكن كل يوم بقاله سنين بيحلم باللقطة دي بالمنظر ده. رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، وابتدت الحفلة والحكاية بقت جميلة. المشهد الثاني بعدها بشوية، قال له يا ابني أنت معي في كل حين، ده بيكلم الكبير، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح. كان ينبغي يعني كنت مستني حاجة تاني خالص النهاردة غير خالص اللي أنت عملته ده. كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. أول معنى عاوز اشتغل عليه هو أبوكم ينتظر رجوعكم. تصور يا حبيبي انك في مرة ترجع بيتك بدري وما تدخلش على الأكل ولا على الناس ولا على التلفزيون، على قطك عدل، وتقفل على نفسك وتسجد وتقول له وحشني يا رب. يا بالنسبة لربنا دي يعني العالم كله كوم، والهدية دي أو المفاجأة دي بالنسبة له كوم تاني. افتكرتني يا ابني بجد وحشك، يعني انت جاي تقول لي بحبك؟ طب احنا كم مرة بنعمل كده؟
مرات بسيطة قوي اللي بتحركنا قلوبنا عشان نفرح قلب أبونا. أبونا السماوي ينتظر رجوعنا. تبقى عامل عمايل أو بقالك مدة كده ملخبط ومديله ظهرك ومغلس ومش ملتزم بصلاة، صلاتك فترة ومخاصم ومعادي، يعني مش هحكي لك بقى، كل واحد عارف همه. وبعدين تدخل الكنيسة وتقف قدام الهيكل وتبقى ماسك في ستر الهيكل كده وتقول له أنا مكسوف منك، أنا راجع لك، أنت وحشتني، أنا زعلان من نفسي. أبوكم ينتظر هذه اللحظات أكتر من أي حاجة في الدنيا، لأنه الكتاب المقدس يؤكد أن الله دائما في حالة انتظار، دائما. وما أصعب الانتظار، ما أصعب أن واحد يكون مستني حد يرجع، والحد ده ابنه، الحد ده عروسته، الحد ده أغلى ما عنده. وبعدين الانتظار مش ساعة واتنين، ده انتوا اللي فيكم بيستنى شخص ساعة أو اتنين بيزهق ويتعفرت، ده ممكن تبقى سنة واتنين وعشرة. تعالوا نبص على الرياكشن اللي عمله المسيح، أو التعبير اللي قاله ربنا عشان يورينا قد إيه الموضوع ده بيفرق معاه. قال في نفس الإصحاح: هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توب. يعني تصوروا أحبائي نبقى في الباص خمس أو في الصيام الكبير، وكل اللي بيصلوا القداس المتأخر ده خدام حلوين زيكم وجايين ومتعودين وبتاع، وربنا فرحان بالموجودين كويس بيتوب. بعدين يدخل واحد بقاله سنين ما دخلش، واحد يعني خربان خالص، اللي داخل ده بقى يخلي السماء تتهز. فرحة ربنا بيه ده غير فرحة كل الموجودين، لأنه ده بالذات كان ميت، ده أهم شخص، ده أغلى واحد في الدنيا في اللحظة دي. أبوكم ينتظر رجوعكم. أنت تقدر تفرح ربنا والملائكة وأمنا العذراء لما ترجع كل يوم تقول له أنا آسف، ترجع كل فترة تقول له حقك علي، أنا ما استاهلش أكون عبد عندك. بصوا في ملاخي يقول إيه. ملاخي ده سفر رومانسي جدا على فكرة، يا ريتكم تقروه في أيام الصوم الكبير، هم أربع صحات بس كله مشاعر إلهية، مشاعر إلهية، يعني ربنا بيشكي همه للبشر. فمن ضمن شكاوى ربنا مشاعره المجروحة بيقول إيه: من أيام أبائكم حدتم عن فرائضي، حدتم يعني طلعتوا برا الخط، ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود، فقلتم بماذا نرجع؟ عارفين بماذا نرجع معناها ايه؟ يعني عاوز ايه بالظبط؟ حاجة تسد النفس. ده هو بيقول ارجعوا لي بس، انا مش عاوز غير ترجع لي وخلاص، ترجع لي بأي كلمتين عندك، ترجع لي تقول لي سوري وخلاص، ترجع لي يعني تدخل حضني، ترجع لي تدخل بيتي وخلاص. قال لي هما بقى يتلككوا كعادتهم، يعني نجيب ايه معانا واحنا جايين؟ تجيب ايه؟ وانا يعني مستنيك تجيب حاجة، وانت عمرك جبت حاجة عليها القيمة؟ بماذا نرجع؟ فتلاقوا السؤال نفسه يغيظ. قال يعني هي واقفة على بماذا؟ يا ابني بقول لك ارجع وخلاص. والابن الضال لما رجع كان جايب حاجة في ايده. في يوئيل معنى تاني: الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. يعني عارف لما ترجع لي زي المرأة الخاطية وانت بتبكي، خلاص انا مش عاوز حاجة تاني، خلاص كل حاجة تتصلح. ترجع لي زي الابن الضال وانت باصص في الارض، بس خلاص مش عاوز حاجة. ترجع لي وانت صايم صوم توبة في خجل، انا مش عاوز اكتر من كده. ارجع لي بقلبك، ارجع لي وانت مكسوف، ارجع لي وانت مديون، انا مش عاوز اكتر من الشعور ده. لا الفلوس تفرق معايا، ولا زبايح الدنيا تفرق معايا، ولا انت هتصلح غلطتك، ولا تعرف تغير فيها حاجة. ارجعوا الي بكل قلوبكم. يبقى الله ينتظر رجوعنا. كمان ابوكم دايما شايف مكانك فاضي. احكي لكم حكاية زمان حصلت، بس اوريكم موقف عكسي. شاول الملك
في يوم من الأيام قال لداود يا ابني داود، قال له كده، حب داود في الأول وكان بيبص له زيه زي يونس. وبعدين شاول قلبه راح ناحية الشيطان. شاول مرة عامل حفلة، وطبعا الحفلة دي يقعدوا علميها الميدة اللي فيها ابنه عن يمينه يونسان، وبعدين رؤساء الجيوش القادة منهم داود كان قائد ساعتها. داود كان عارف انه شاول اتملى منه خلاص وممكن يموته. يونسان كان بريء شوية، فقال له مش ممكن بابا يعمل فيك حاجة وحش، بابا عارف كويس ان الناس بتحبك، وعارف ان انت اللي رفعت راسنا قدام جولياط، ويعني مهما كان ابويا وحش برضه مش هتوصل ان يموتك يعني. داود قال انت اصلك طيب مش فاهم ابوك. فاتفق مع يونسان على حيلة، قال له شوف لي مية ابوك، طيب لو جت سيرتي وتعكر يبقى ناوي يموتني، لو جت سيرتي عادي يبقى ايه هاجي على تاني يوم تالت يوم. كانت حفلة تلات ايام. اول يوم الكرسي بتاع داود عارفينه بالاسامي بقى، ما هم ميدة مش كبير يعني، فاضي. شاول شاف الكرسي فاضي وسكت، ما حدش يقدر ياخد الكرسي ده لانه ده بالاسامي بالاسماء. وبعدين تاني يوم قال لي يونسان فين صاحبك؟ قال له كانوا متفقين على اتفاق، اصل عاملين عندهم في العيله عند عم ياسة حاجه كده مناسبه، فلازم كان يروح يجامل، فانا اديت له الاذن. قام شتم يونسان شتيمه وحشه، شتمه بالام على فكره، تصوروا. شاول ما هو في شياطين اصلا، شتمه شتيمه وحشه، شتم ابنه وقال له انت مش عارف ان ده موجود عشان يخرب عليك وعلينا كلنا، وقال كلام صعب جدا. ويونسان قام من الوليمه وقام يدافع عن صاحبه، وازاي وازاي، وكان هيموت يونسان ابنه. وطلع داود معاه حق انه لو كان جه كان موته. بصوا الموقف عكسي تماما. انا بقول الموقف ده لاني افتكرت بيه حكايه الكرسي الفاضي. حبيبي انت كرسيك كابن لا يمكن حد تاني ياخده. يعني ايه؟ يعني انت قاعد على مائدة ابوك، مفيش واحد تاني، كراسي مش قليلة عند ربنا، انت كل يوم ربنا قاعد باصص على الكرسي بتاعك وبيقول امتى ابني يقعد في الكرسي ده، امتى يشغل المكان ده، امتى يفرح معايا ومع الملائكة ومع القديسين. كرسيك محفوظ ومكانتك محفوظة وملكش بديل وملكش مثيل، وأبوك ينتظر أنك تيجي تفرح معاه، لأنه لو عنده ملايين ولاد أنت ملكش بديل. دعوتك باسمك أنت لي، فإذا ربنا مستنيك أنت بالذات وباسمك، وما فيش حاجة اسمها ما عنده كتير، لا عنده كتير دي عند الناس مش عندك أنت. كأن ربنا فرحته ما تكملش غير بيك، فرحة ربنا ما تكملش غير باللي بعت ورجع ده، انت اللي بتفرح ربنا، حاجة كبيرة قوي. تصور يبقى ربنا عنده ملايكة وعنده نجوم وعنده كواكب وعنده كون ماله أول من آخر، واللي يفرحه البني آدم المفعوص اللي قد كده، هو ده اللي يفرح ربنا نفسه. طب انت مستكتر تفرح ربنا؟ ده الملايكة كانت تعمل أي حاجة عشان تفرحه. العبيد عاوزين يفرحوا الراجل الطيب ده، مش عارفين يفرحوه ازاي، عارفين ان مهما تفننوا يعملوا له شاي وقهوة ويذبحوا له كل يوم ذبيحة مش هيفرح. عشان كده الكتاب مسيح له المجد قال ابتدأوا يفرحون لما الولد رجع. إذا أبوك ينتظر رجوعك وليس لك بديل، ومكانك دايما محفوظ. أبوكم ينتظر بصبر ورجاء. يعني إيه؟ يعني ربنا ما فيش أطول من باله في انتظار أولاده. It's never too late. يعني ما تقولش أنا بقالي سنين نفس الوضع ما بتغيرش، أنا مديله ظهري بقالي كتير قوي، أنا مطنش بقالي، أنا في خطايا مزمنة من صغري. بص ربنا في الصبر ملوش مثيل. أنت تزهق من نفسك ربنا ما يزهقش منك. إن فقدت رجاءك في نفسك الله لم يفقد رجاءه فيك. ساعات يحصل كده ان الواحد فينا هو نفسه يستبعد ان ربنا يقبله، يفقد رجائه.
هل لي من توبة بعد؟ كان في واحدة مرة كده أهلها كانوا ناس كويسين وبعدين ماتوا بدري وهي تحولت إلى إنسانة شريرة وفتحت بيتها للخطية وعاشت في الخطية بكل أشكالها أوحش من السامري. وبعدين راح لها واحد كان يعرف والديها، صعب عليهم راهب قديس ويفتقد. وبعدين أول ما سمعها كلمتين عن ربنا بكت، قالت له سؤال واحد: هو أنا لسه لي رجاء؟ أنا لسه في أمل فيا ولا خلاص؟ قال لها: ليك يا أمل يا بنتي، بس مش في المكان ده. قالت له: في أي مكان؟ خرجت معاه، وأول ما خرجت في الليلة دي مشت، راحت السم، ماتت لوحدها. والراجل صعب عليه جدا وقال له: يا رب، يعني دي لسه هتوب، دي أول يوم تسيب بيت الخطية، دي ما لحقتش. فقال له صوت من السماء، قال له: من ساعة ما خرجت دخلت السماء خلاص، دخلت السماء، لأن أنا مستنيها بقالها سنين. أنا كنت مستني بس تطلع رجليها من الخطية واخدها وخلاص. عشان إيه؟ أنا عاوزها عندي، عاوزها في السماء. إذن ربنا ينتظر رجوعك بصبر. أنت تعند، أنت تقاوح، أنت تكابر، أنت تشتم في ربنا، أنت تغلط في الكنيسة، أنت تلغي ربنا من حياتك، أنت تضيع كل خيره عليك، أنت تعيش عيشة خنازير، وهو ما عندوش غير موقف واحد: ينتظر بصبر، لا بغضب ولا بغل ولا بثورة ولا صعبان عليه الفلوس اللي راحت ولا الوقت اللي راح ولا الأعصاب اللي تهرت. لا، ربنا ما عندوش الحاجات بتاعتنا دي، هو ما عندوش غير موقف واحد: مستنيك بطول بال غريب وبرجاء. الله لا يفقد رجاءه في إنسان لغاية آخر لحظة، ربنا عينه في كل شخص عاوز يجيبه. وياما شفنا ناس تفضل حياتها ملخبطة لغاية فراش الموت، وعلى فراش الموت يلحقوا يقولوا له: سامحنا يا رب، وياخدهم على السماء. هو ده ربنا بتاعنا. بس انت حاسس انه في وضع انتظار؟ عارف يعني ايه تبل ريقه؟ انت ممكن تبل ريق ربنا بشوية توبة حلوة كده. طول بالك على نفسك لأن ربنا مطول باله عليك. حتى لو انت وقعت كتير وزهقت من نفسك، ارجع قول له: يا رب، عشان خاطر رجائك فيا انا هطول بالي على نفسي، انا كمان مستحملني زي ما انت مستحملني، انا مش هفقد الامل فيا لانك انت ما فقدتش الامل فيا، انا عمري ما هيأس لانك انت عمرك ما يأست مني. طول ما انت مستنيني انا كمان مستني نفسي هتعدل، مع اني مستبعد بس مش بعيد طول ما انت مستني. أبوكم ينتظر جلسة التوبة. قصة الابن الضال بالنسبة لنا تتعمل ازاي بقى؟ عميل كده يعني بالنسبة لكل واحد فينا. خلوة يا أحبائي نص ساعة بالنسبة لربنا تغسل فيها اللي فات والقديم كله، صدقوني ينتظرها المسيح بشوق. تعبير جميل في ملاخي واحد: يبكتنا كلنا. احنا لسه سامعين في حد الرفاع: ادخل مخدعك واعمل ايه؟ اقفل بابك. تصوروا في ملاخي يقول للكهنة بالذات: من فيكم يغلق الباب؟ اما لاقي واحد فيكم يقفل على نفسه. ياه، وانت حاسبها كده؟ انت فارقه معاك قوي كده؟ محدش فيكم يقعد معايا لوحدنا، لازم نجيب ناس. يعني عارف لما تكون مثلا ابوك راجل كبير عجز او والدتك، وبعدين انت مستكتر تروح له، هتزهق، عاوز ناس تاني. والكبير فاهم وصعبان عليه انك انت ايه هتزهق من قعدته لوحده، فيجيب لك اخواتك، يجيب لك اصحابك، بس هو صعبان عليه، اصل انت بتزهق مني. لكن هو ربنا بيقول: هو انا عجزت عليكم ولا ايه؟ بتزهقوا من القعده معايا؟ من فيكم يغلق الباب؟ بل لا توقدون على مذبحي مجانا. حتى يوم ما تيجي الكنيسة وتقدم ذبيحة، أتاريك وراك قضية، أتاريك وراك امتحانات، أتاريك وراك مشكلة في البيت، أتاري ابنك تعبان عاوز تصلي له، ما فيش مرة تيجي تحب فيا؟ ما فيش مرة تيجي المذبح كده تقول لي: جاي النهاردة بس أقول لك شكر، مش جاي عشان طلبات، ملياش طلبات خالص، انا جاي اقعد معاك بس، مش عاوز حاجه، مش عاوز حاجه.
يا سلام عند ربنا دي، انت تعوز اي حاجة ما فيش مشكلة، لكن عند ربنا كبيرة قوي لما تقول له اين تمكث، انا عاوز اقعد بس معاك، ليست لي مسر بكم. يعني ايه؟ هي بالبلدي كده بتكبسوني كل يوم، بتوجعوا قلبي كل يوم، الاقيكم تقدروا تقعدوا مع اي حد وتحكوا مع اي بني ادم وتتلهوا في اي ملاهي، اما عندي فتزهقوا. ليس لي مسر بكم ولا اقبل تقدم من يدكم. هي التقدمات دي يعني هي اللي فارقه، وربنا معذور يعني في تقدمه، ف بنديله حاجه في ايده يعني. فاشعياء يقول معنى قريب من كده، هلموا يا شعبي ادخل مخادعك. يبقى ربنا ينتظر قعده المخدع، ربنا ينتظر كعريس عروسته في حجاله، ينتظر كأب ابنه في حضنه، ينتظر كصديق صديقه يتعشى معاه. هلما يا شعبي ادخل مخادعك واقفل وراك، اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. الله ينتظر جلسة من جلسات التوبة الحلوة اللي عاوز فيها كلمة واحدة على فكرة. عارفين ايه الكلمة السحر يعني الجميلة اللي تفرح ربنا قوي لدرجة يسألك في القعدة سؤال مباشر، أتحبني؟ وانت تقول له بحبك قوي، بس خلاص يبقى ربنا قاعد مبسوط قوي. يا رب ده احنا بنضحك عليك، صدقني بنضحك عليك، احنا بنقول لك بنحبك وبعدها بساعة بنعمل عكس اللي انت عاوز، معلش اضحكوا علي بس تعالوا قولوا لي بحبك وهديكوا برضو الخدمة وكبركم وعملكوا بني ادمين وكل حاجة الى هذه الدرجة. يقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ايه؟ ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. بس اللي يفتح ابوكم ينتظر الاعتراف. كتير منكم مهملين في سر الاعتراف، واتفقنا ان احنا في الصوم الكبير لازم كلنا نروح نعترف. ربنا مش مستني اعتراف عشان تيجي تديله تقرير عن خطايا اللسان وخطايا الفكر وخطايا العين وخطايا الصلوات وخطايا، يا ابني هو مستني الشعور اللي ورا الاعتراف، مستني كلمة واحدة من القلب اسمها ايه؟ أخطأت، تقر انك مخطئ، هو مستني دي. هي الموضوع مش تقرير، مستني الدمعة بتاعت المرأة الخاطئة اللي على رجله اللي بتقول اللي مش عارفة تقول بلسانها أخطأت. بس الاعتراف يفرح ربنا ليه؟ لأنك أنت بتعترف ضميريا أنا رب غلط، أنا عمال أقول مراتي تعباني وعيالي تعبني والدنيا تعباني وأنت يا رب مش سامعني إنما أقول لك أنا بضحك على روحي، هو أنا سبب كل المشاكل؟ المشكلة عندنا، أن تقر أنك أنت سبب المشكلة هو ده الحل. الابن الضال بنسميه ابن شاطر لأنه قال أخطأت، الابن الكبير ما بنقولش عليه شاطر لأن عارفين عمل إيه؟ قال له أنت غلطان يا أبويا وأخويا غلطان من رأسه الرجلين، ومش عارف يقول إيه؟ أخطأت. مش عارف الابن الأكبر يقول أخطأت. أبوكم بيفرح بالاعتراف، سر الاعتراف مفرح لله. يا بخت الشخص اللي داخل لأب روحي وكيل المسيح على الأرض يقول له أخطأت، أخطأت للسماء، غلطت في حق السماء الكريمة اللي عمالة تديني تشرق شمسها على الأشرار اللي زي وتنزل مطر على الناس الوحشة اللي زي، أخطأت قدام عينيك، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. المرأة الخاطية لما دخلت فضحت نفسها بدموعها وشعر راسها. ربنا يسوع قال كلمة جميلة قوي، قال وراء الاعتراف حب، وراء الإقرار بالذنب حب. لما الواحد بيقر انه مجرم ده معناه حب، فقال قد غفرت خطاياها الكثيرة. ليه؟ لأنها أحبت كثيرا. اللص اليمين الوحيد الوحيد البلري المسيح على الصليب، ولا الرسل بلري ولا حد في البشرية فرحه، يمكن طبعا أمنا العذراء ويوحنا بدموعهم مفرحين، بس أكتر حاجة فرحت المسيح في أصعب لحظات في حياته على الأرض كانت راجل على يمينه بيقر أنه مخطئ، لما قال اللص اليمين إيه؟ نحن بعدل جوزينا، أنا مخطئ واستاهل الموت.
واستاهل الاعدام، انا مجرم، انا هتجمل ليه؟ التاني عمال يقول له نزلنا وحررنا، وانت اذا كنت تنفع تعمل حاجه اعمله. لكن الراجل ده اقر، دي اللي فرحت المسيح جدا، دي اللي سهلت كلمه اذكرني يا رب، خلاص تحصيل حاصل. بدل اقريت انك مخطئ، ساعه ما تقول له اذكرني يا رب هيقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. على قد ما أبوك ينتظر رجوعك، ينتظر إقرارك بالتوبة، ينتظر مشاعر حب، ينتظر إنك مشتاق لحضنه، أبوك لا ينتظر. لا ينتظر إيه بقى؟ الوش التاني بقى من القصة، المأساة اللي حصلت. تعالوا نتخيل القصة لو الأب ده عاوزين نفرحه للآخر. النص الأولاني فرحه قوي، ابنه رجع كان ميت وعاش. النص الثاني كبسه تاني. ليه؟ ماذا كنت تنتظر أيها الأب من الابن الأكبر؟ كنت أنتظر أنه، أنا لسه أحكي الأول، أنه يفرح بأخوه. كنت أنتظر أنه يهيص معانا، أنه يحبه، أنه يسامحه. أبوكم لا ينتظر كذا حاجة، أنك تأتي لتدفع ما عليك. لسه في مسيحيين متصورين انه لازم يصلحوا نفسهم وبعدين يجوا للمسيح. يا ابني ما ينفعش، مش هتعرف، ما تضيعش وقتك. ربنا يسوع عاوزك بعبلك، ربنا مسؤول عنك حتى بعد خطيتك، ربنا عارف انك ما تقدرش تغير شعرة واحدة من شعر راسك، مش هتعرف تعدل حياتك من غيره. تعال زي ما انت وخلاص. اتصور ان الابن الضال في المرحلة الأخيرة والفلوس عمالة تخلص، عشمان يعمل إيه؟ يصلح موقفه فيرجع بقرشين بس، يبقى له منظر وهو راجع بيت أبوه. ولأنه أخر الرجوع والتوبة، هذا العشم الكاذب خلاه يبقى على الحديدة. زي عارفين واحد يبتدي يتداين، يقوم يعمل إيه؟ يقول لك هفتح بيزنس جديد بقى، والبيزنس الجديد ده بقى هيفرقع الدنيا، هجيب القديم والجديد. يقوم يكتب على نفسه ورق زيادة وتبقى المصيبة أكبر. القصة دي هي في الحياة الروحية برضو. واحد متصور أنه عاوز يقلل خطاياه قبل ما يجي يعترف. يا ابني تعالى بس، تعالى زي ما أنت، مش هتعرف تقلل خطاياك ولا تصلح نفسك، بس تعال. أبوك لا ينتظر أنك ترجع بشكل مثالي. هو شغلته ياخد الجربانين كده ويعملهم بني أدمين، ياخد اللي ريحتهم خنازير ويحميهم حمام حلو وتطلع ريحتهم حلو، هي دي شغلته. لكن مش مستني مثاليين. أبوك لا ينتظر أنك أنت تجيب ذبيحة تقول له بيها أخطأت. أبوك هو اللي محضر الذبيحة، مش أنت اللي هتجيب ذبيحة، ذبيحة اسم أو ذبيحة خطيه. أبوك ينتظر رحمة لا ذبيحة. أرجع للابن الأكبر، أبوك ينتظر أن تشفق على أخيك. مشكلة من مشاكل الكنيسة دلوقتي أن احنا نعرف نقول جناينا ارحمنا، لكن مش عارفين نرحم بعض. بجد مأساة من مآسي الكنيسة دلوقتي، كثرة الإدانة، قسوة القلب بعضينا على بعض. المتدينين كتير منهم قلبهم قاسي على البعيدين والخطاة. احنا نعرف نشوف الناس من فوق كده، اصل دول اشرار، دول خطاة. امال احنا ايه؟ احنا ايه بالظبط؟ احنا خدام؟ احنا صدقنا ان احنا خدام؟ احنا خطاة واسوأ خطاة. احنا مزودين على خطايانا خطايا الادانة والكبر والافتخار والعجرفة الروحية اللي دخلت فينا دي. ابوكم ينتظر رحمة. مين قالك اللي ما يعرفش حاجة ده أقل منك؟ مين قالك؟ ما يمكن يسبقك. مين قالك اللي عامل بلاوي الدنيا ما يكونش قلبه أنقى منك بشوية توبة ويسبقنا كلنا؟ مين قال إن دموعه مش أغلى من صلواتك الطويلة؟ ما هو العشار قال جملة طلعت أحسن من صلاة الفريسي. أبوك ينتظر رحمة. أبوك ينتظر إنك تفرح لأخوك التائب. كم واحد بيفرح بكل شخص يجي الكنيسة جديد، وكل شاب بعيد
يبتدي يقرب من الكنيسة. احنا ساعات نتعامل بطريقة وحشة قوي. ما كانش الشاب من دول ينظف منظره ويعدل كيانه يبقى المفروض ما يسئش الاسم الكنيسة. ليه وهي الكنيسة دي ايه يعني؟ اوبرا يعني؟ الكنيسة دي امه. اهلا وسهلا بيه في اي وقت. ما هي الام دي شالته وهو ملخبط وهو صغير. هتفضل امه للاخر. في ام هتقرف من عيالها؟ احنا ليه مستنين الناس تبقى كويسة عشان تيجي الكنيسة؟ ابوكم ينتظر انك تحب خلاص كل نفس، تشتهي خلاص كل نفس. يا سلام لو الاخ الاكبر طالع لابوه. كنا هنشوف مشهد بقى ايه، مشهدين. كانت تبقى فيلم جميل قوي بقى. الاب طالع يجري، ها، والابن التاني طالع يجري. والاب ياخد ابنه بحضنه وورا منه حضن تاني من اخوه. كانت تبقى قصة جميلة قوي. كانت تبقى فرحة الاب مضاعفة. وهو شايف الكبير بيحضن الصغير. ومش بيبص له بصة عتاب، سرقت فلوس ابويا، لا لا، بيبص له بصة حب، الحمد لله على السلام. يا سلام، كان يبقى الاب اسعد واحد في الدنيا. انما الذي يعكر فرح الاب السماوي سلوكنا نحن المتدينين. احنا بقى اللي ايه جوه الكنيسة كده قاعدين نبص على بعض وندين بعض ونحاسب بعض وشايفين عيوب بعض ومستغلطين ربنا انه قابل الاشكال دي، مستغلطينه. ويجي واحد يقول لي انا مش فاهم يا ابونا انت ازاي قبلت فلان يبقى خادم. صدقوني بيبقى على لساني، بس تهذبا ما بردش. بيبقى على لساني اقول له هو انت ما سألتش نفسك انا قبلتك انت خادم ليه؟ بس ما بقدرش اقول. تتصور واحد يجي يقول لي انت ازاي تقبل فلان يبقى خادم؟ هي معناها ايه على طول؟ انت نسيت انت مين؟ ومين قال لك انك انت خادم؟ مين قال انك تنفع اساسا؟ انت كمانك ما طلعتش من بيت ابوك تبقى كويس؟ لا انت مش كويس، انت عينك في الجدي، انت فرحتك مع اصحابك برضه، انت بتستغل ابوك بس من تحت لتحت. انت ما بتحبش ابوك بعد ده كله. لو بتحب ابوك كنت تفرح له، كنت تفرح له في يوم فرحه ان ابنه رجع له، بس انت ما بتحبوش. انت مش فاهمه، انت مش حاسس بيه خالص. انت حاسس بنفسك، مشغول بنفسك ومكانتك وخدمتك ومركزك. ابوك ينتظر ان تشعر بما يشعر به تجاه الناس اللي بره. احنا عمالين نستغلط طوائف ونستغلط ملحدين ونستغلط شباب مدمن ونستغلط شباب منحرف، وايه شايفينهم وحشين. وما فيش حد وحش غيرنا. كل ده الحقيقة لان احنا ما عندناش قلب الاب اللي الموجوع على اولاده. ابوكم ينتظر انك تنسى نفسك شوي، لانه كان نفسي يا فلان، فلان الكبير، فلان الخادم، كان نفسي وانت شايف العبيد فرحانين والاب فرحان والابن طاير من الفرحة الراجع بعد الغلب ده كله، كان نفسي تنسى نفسك. مش وقته خالص تفكر في نفسك في اللحظة دي. حطيت نفسك في جملة غير مفيدة لما قلت انا فين بقى من المشهد ده. ده انت دمك تقيل يا اخي. ايه ده، بوظت الشغلة خالص، عكرت على التلاتة. إن كان الأب عكرت عليه والابن بص في الأرض تاني بعد ما كان رافع راسه، والعبيد اللي كانوا مهيصين وفرحانين ببساطة نكدت عليهم. لأنك أنت، أنا فين؟ أنت فين؟ وأنت لازم تدخل في كل حاجة؟ ومفيش حد في الدنيا غيرك يعني؟ أنا أنا، ما هي دي مشكلتي الكبير. أنا مظلوم. أنا فين في القصة؟ لحظة احتفال أخيك لما تفكر في نفسك تبقى منتهى الأنانية. عشان كده الخادم، ما أجمل الخادم اللي بينسى نفسه في خدمة إخوات ربنا وأولاد ربنا. هو مش واخد باله من مركزه، مش واخد باله من احتياجه، مش واخد باله من نظرات العبيد ليه. اليوم يوم أخوك مش يومك. ولو بتحبه ذرة كان طبيعي هتبقى مهيص له فرحا مع الفرحين،
بس انت ما بتعرفش تطلع بره نفسك. ابوك ينتظر انك تنسى نفسك في خدمة ابيك. قال له جملة سيئة جدا، قال له سنين بخدمك وجديا لم تعطيني لأفرح مع أصحاب. يا ساتر، جملة دبش. ليه؟ هو أنت بتخدمني عشان أصحابك عشان تفرح بالجدي؟ طب قول لي أنا بخدمك لأني بحبك، أنا بخدمك لأنك عملت مني بني آدم أني قاعد في البيت وبخدمك. إنما أنت ما بتقولش كده. أبوكم ينتظر أنك تنسى نفسك وانت بتدعي الناس كلهم. السامرية نسيت روحها بقى. بصوا بقى المشهد اللي بعده، الاسبوع اللي بعده مفرح جدا. السامرية مش هي عارفة ان الناس كلها بتبص لها باحتقار وعمالين يقولوا عليها الوحشة دي، انما هي مش واخدة بالها، هي واخدة بالها من حاجة واحدة بس. تعالوا تعالوا اتفرجوا على عريس، تعالوا اشبعوا بابويا. فهي فرحانة تجيب للناس. ابوك ينتظر انك تفهمه. احنا لسه مش فاهمين ربنا يا جماعة. احنا فاكرين ربنا يفرق معاه قوي المنظر. لا، ربنا لو كان يفرق معاه المنظر ما كانش اتصلب. فاكرين ربنا يفرق معاه الكرامة. ربنا لو فارق معاه الكرامة ما كانش تجسد. لا، ربنا ما بيفرقش معاه غير حاجة واحدة بس، ولاده يرجعوا لحضنه ايا كانت التكلفة وايا كان المنظر اللي جايين بيه. انت مش فاهم ابوك لغاية دلوقتي، واحنا خدام بس ساعات افكارنا غير افكاره، طريقتنا غير طريقته، قلبنا غير قلبه، لساننا غير لسانه. في الوقت اللي هو فرحان قوي احنا متغاظين، وللاسف ساعات في الوقت اللي احنا فرحانين هو زعلان. هو في وادي واحنا في وادي، واسمنا في البيت واسمنا بنقول ابانا الذي. ابوكم ينتظر انك تفهم ابوك كم يتالم لغياب اخيك. ما تيجي الاسبوع ده كل واحد فينا يدور على واحد من الخدام اللي ركنه ويسأل عليه عشان يفرح ربنا. يقول له انت ما بتجيش للاجتماع، ما بتجيش للخدمة، احنا مش هنفرح غير لما تيجي، الفرحة ما تكملش غير بيك، انت واحد مننا، انت مهم عندنا. انما احنا ياما خدام ايه غابوا، يلا كويس جات منهم، يعني برضو كانوا حمل علينا، حاجة توجع قلب ربنا. أبوك عاوز أنك تفهم قد إيه بيفرح بكل مبادرة توبة، بكل مبادرة توبة. يعني إيه؟ واحد جاي لسه بيخطو خطواته الأولى في الاقتراب من الله، لسه بيحبي، أنت بتبص له أنه ناقصه كتير، لكن ربنا باصص للخطوة اللي خدها، الخطوة حلوة أوي. انت باصص للكوبايه لازم تبقى مليانه، ربنا باصص للنقطه اللي بقت في الكوبايه. ابوك ينتظر انك تفهم انه ما بيعرفش يميز. يا حبيبي غلاوتك زي غلاوه اللي في الشارع، وقدرك زي قدر اي واحد. اذا كنت انت حاسس انك مهم قوي عند ربنا، مين قال ان التانيين مش مهمين؟ مين اقنعك انك اغلى من اخوك؟ مين قال لك كده؟ اكمنك في البيت يعني، منك ليك صلاحيات، منك عارف شوية حاجات. لا حبيبي، انت تمنك زي تمن اصغر فقير في اصغر بلد مجهولة، واصغر طفل ملوش تمن، تمنك زي تمنه، وحب ربنا ليك زي حبه ليه. ومش هتعرف تفرح ربنا غير لما تجري ورا الناس دي. يا سلام لو الاخ ده بقى كان من بدري حب يعمل مفاجأة للاب، ويطلع هو اللي يجري ورا اخوه ويقلب عليه الدنيا ويحايله عشان يرجع، ويقول له يا سلام لو عرفت مركزك عند ابوك، لو رضيت تيجي معايا بس وتشوف ابوك هيقابلك ازاي. هو ده بقى الخدمة الصح. بدل ما تقعد تخدم ابوك في بيت ابوك وعمال تبحث عن مكانتك في بيت ابوك، اطلع ورا اخوك وروح اقلب عليه الدنيا عشان تجيبه وتفرح ابوك. صح، الخدمه بره الكنيسه اهم من الخدمه جوه الكنيسه، والتعب اللي بره اهم من التعب اللي جوه. التعب اللي جوه الكنيسه فيه كرامه، فيه مصالح، فيه مراكز، لكن التعب في الشارع مع البعيدين والمحرومين من الحب الالهي هو الاهم عند ربنا. احنا عاوزين نفرح ربنا وتبقى عينينا على كل واحد عايش مع الخنازير،
ونروح نحايلهم وما نرجعش غير وإيديهم في إيدينا. لإلهنا كل مجد وكرامة.